السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليله نتحدث عن كيف نصل الى عطله صيفيه ممتعه وكيف يقضي المغاربه العطله الصيفيه هذا سؤال عريض يتردد في اذهان الجميع نحن الان في فصل الصيف ومن نهايه الامتحانات في المدارس والجامعات وبدايه العطله الصيفيه وقد ودع التلاميذ والطلاب الكتب والاقلام والمحفظات وحتى الموظفين ايضا يستفيدون من فتره من هذه العطله الصيفيه الجميع يفكر كيف يقضي هذه العطله واين سنقضيها ومع من وما هي المصاريف المتاحه لصرفها ما هي الطرق الامثل حتى نشغل ابناءنا وفلت اكبادنا ونملا اوقاتهم خلال العطله الصيفيه الاباء والامهات شغلهم الشاغل هو الوليدات ديالهم اي طريقه يستغلون بها العطله الصيفيه بحيث تفيدهم وتسليهم بل وتشحن طاقاتهم حتى اذا جاءت المدارس من جديد دخلوا بمشاعر متجددة ويبدأون عام دراسي جيد الأبناء تلقوهم أشكال وألوان كين بعض الأبناء يقضون أوقاتهم أو جل أوقاتهم إما في اللهو بالألعاب الإلكترونية أو الجلوس أمام التلفاز والحاسوب أو الجلوس على قارعة الطريق في الحي الشعبي والبعض ربما قد يكثر من الكلام يتدمر من طول الوقت يتدمر من الملل وانعدام الشعور بالمتعه والتسليه والبعض الاخر كيلقى مخيمات صيفيه وكيلقى فضاءات اللي هي متاحه للجميع ينخرط مع المنخرطين ويستفيد مع المستفيدين هذه العطله الصيفيه هي ضروريه لكل انسان لان هي الراحه بعد العناء هي المكافاه بعد جهود الدراسه والمثابره والكد وضروري ومؤكد كل واحد خصو ياخذ العطله ديالو في السنه باش يقدر يحقق التوازن النفسي ويحقق الثقه بالنفس لان الناس اللي ما بعد مده يقع لهم انهيار عصبي وفكري ويفقدون التوازن النفسي فلا بد من العطلة الصيفية لكن حينما ننظر إلى واقعنا المعيش كالقو بأن الغلاء ديال المعيشة والظروف الصعبة المادية كتخلي الناس يشعرون بالأرق جميع الأسر المغربية تتوق إلى الاستجمام في فصل الصيف جميع الأسر تريد أن تغير الروتين ديال السنة بكاملها العائلات في الغالب يبحثون عن الزيارات فيما بينهم الزيارات العائلية والبعض الآخر اللي كيفكر في السفر هذا يتطلب استعداد ويتطلب مصاريف وإمكانيات مادية مهمة هناك القول الأسر المغربية أشكال وألوان هناك أسر ميسورة ربي الله يزيدها من فضله ملي كتجي العطلة الصيفية يخططون ويضعون برامج للسفر البعض يريد أن يسافر إلى أوروبا يمشي الإسبانيا ويعيش في الأندلس البعض يمشي إلى تركيا ويزور إسطنبول والحضارة العثمانية البعض الآخر يريد أن يسافر إلى ماليزيا ويرى تجربة النمور الأسيوية البعض الآخر يريد أن يذهب إلى البرازيل لأخذ حمام شمس أشكال وألوان الناس اللي عندهم المال يفكروا هكذا كتلقاهم يتسابقون في السفر الى البلاد اللي فيها المتعه واللي فيها التنافس الحضاري. وبالمقابل كاين اسر اخرى فقيره. هي لا تفكر في العطله الصيفيه. معظم تفكيرها في توفير لقمه العيش اليومي. يبحثون عن الخبز والزيتون وكاس الشاي. بصعوبة يجدونه. هادو ما عندهم عطله صيفيه. كتلقى غير كي ياخذ العطلة مباشرة يبحث عن عمل شي عمل بسيط متواضع يدر به دراهم معدودة حتى لا يضطر إلى مد يده كان بعض التلاميذ وبعض الطلبة راه بداو الخدمة كل اللي كيمشي لسوق سوق, سوق, سوق الجملة المارشي دو كرو ولا اللي كيمشي لأي مكان سوق عشوائي كيبيع اللي قسم ربي يهز ويحط باش يوفر الثمن ديال الكتب والحقيبة المدرسية في الدخول المدرسي المقبل هادو ما عندهم عطلة هادو صابرين لنا ولهم الله ربي عز وجل هو يعوض سبحانه وتعالى وكينا أسر أخرى اللي عندها واحد الوضعية متوسطة راه كتحاول باش نقسم ربي أنها تتمتع بهذه العطلة الصيفية فالبعض كيفكر أنه أحسن طريقة الوليدات يرسلهم الى مخيمات جمعويه والحمد لله الدوله دارت واحد المجموعه ديال المخيمات كتابه الدوله في الشباب مجموعه مخيمات على الصعيد الوطني اللي هذه السنه كانت تجربه ناجحه لانها ضاعفت الاعداد مرات متعدده حتى يستفيد كل ابناء الشعب خصوصا الاطفال وهناك كنلقاو التجربة التخييم مهمة للغاية البعض أه الآباء والأمهات يفضلون أن يرسلوا أولادهم إليها لأنك تعلمهم الرجولة وكتعلمهم الاعتماد على النفس وكتعلمهم الاندماج وسط واحد المجموعة كبيرة وكيتعلم كيفاش كيفاش يعتمد على نفسه يفيق مبكرا وينعس مبكرا ويطوي المنطة ديالو ويهز الساك ديالو بقى بق يقول ماما ما بابا دير ليا يعتمد على نفسه مهم جدا هذه المخيمات الصيفية خصوصا للعائلات اللي ما عندهمش القدرة على السفر أولويات أخرى عند بعض العائلات أنها كدر سفر داخل أرض الوطن الحمد لله مغربنا كل مناطق جميلة سياحية جذابة هناك الشواطئ هناك البحار هناك الجبال هناك الغابات وهناك البوادي جميل جدا بعض العائلات كي يدير واحد الميزانية يخطط البرنامج ديالو وكيمشي مع العائلة واحد الأسبوع أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو أقل أو أكثر يستمتع بما أعطاه الله تعالى البعض الآخر يفكر أنه يقوم بصلة الرحم هو ما عنده فلوس وما عنده قدرة أنه يريزيرفي دي زوتيل وانه يمشي لكذا وكذا اذا اش غندير أجي ندير قضيه جميله جدا غندير صله الرحم جي عندي ونجي عندك كاين بعض العائلات اللي هما يا محافظين كيستعملوا هذه الطريقه يقول لي اما تجي لعندي واحد الاسبوع للمدينه ديالي وانا غنروح عندك الاسبوع للمدينه ديالك او العكس اجي انت للدار ديالنا نعطيك السويرتات تمتع بها في المدينه ديالي ونمشي نمشي للدار ديالك السويرتات هذا كيدور الاصدقاء فيما بينهم وكذلك الناس اللي عندهم استقلاليه في اخذ الراي وكاين الناس اللي عندهم محبه في صله الارحام الاطفال والاولاد ديالنا في هذا الصيف خاصهم لابد يستمتعوا بالاستجمام لان صعب جدا ان الانسان طيله السنه وهو يدرس وهو يقرا وهو يتلقن ثم كيجي هذا الوقت هذا ويبقى بلا سفر لا بد له من هذا السفر كنلقاو واحد المجموعه ديال الجهات سواء كانت حزبيه او نقابيه مش مهم المهم انها تقدم خدمه وطنيه كتقد... كتنظم واحد المجموعه ديال المخيمات وكدير التنافسيه وكنلقاو الشباب وكذلك اليافعين والاطفال والبنات الكل يستفيد من هذه المخيمات رغم ضعف إمكانيات أسرهم فكتوفر لهم هذه الجمعيات مجموعة ديال الفضاءات المتيحة وكنلقاو كذلك واحد الناس اللي كيهتموا كي بالأيتام الأيتام اللي ما عندهم والدين تحية كبيرة لواحد المجموعة ديال الجمعيات المواطنة اللي كتهتم باليتيم واللي كتدير عطل للاستجمام وكتوفر الكفالة والرعاية لهؤلاء الأيتام لإدخال البسمة على شفاههم وتخفيف العبء على العائلة ديالهم وهؤلاء كلهم يستفيدون من هذه المخيمات الصيفية ويشجعهم على أن السنة المقبلة يحق تفوق في الدراسة وكأمرهم. وكيعلموهم على النظام وعلى العمل الجماعي وعلى البدل وعلى العطاء والكل يستفيد كنلقاو كذلك جمعيه اخرى رائده في المجال ديال الكشفيه اللي هي ايضا تؤطر مجموعه ديال الاطفال وديال الاولاد اللي كيمشيو للمخيمات الصيفيه وايضا كيتعلموا ويكتسبون عادات جديده عادات اللي هي ديال المسؤوليه وكيحرصوا على انهم يتعالجوا راه بعض الاطفال وبعض الوليدات مايمكنش تعالجوا الا داخل المخيم هناك عادات سيئه كتكون عند بعض الاولاد والبنات بحال الخمول بحال الكسل بحال اللامبالاه بحال الاستهتار كاين في بعض الاولاد هنا كيجي العطله الصيفيه في اطار المخيم نعلم هؤلاء الاولاد الانضباط بالقواعد العامه وندربهم على اكتساب استقامه نفسيه وكذلك بعض الجمعيات تحيه كبيره لها كتنظم الى جانب الالعاب من سباحه وكره قدم وغيرها كتقدم فضاءات للتثقيف تثقيف بالقراءه كدير مكتبات وكدير فيها روايات وثقافات عامه وكتخلي الوليدات يتنافسوا في القراءه وكنلقاو جمعية اخرى تحيه كبيره لهم كيصوبوا برامج فيها ورشات مفتوحه امام الفتيان والفتيات هذه الورشات كتكون من اجل الافاده الوليدات أه كيتعلموا حرفه معينه أو, او كيتعلموا تنميه هوايه معينه وهاد الورشات مفيده جدا لأبنائنا وبناتنا وهناك القول بأن الأباء والأمهات الغرض ديالهم هو أن ولدتهم يدوزوا عطلة صيفية تكون آمنة أولا ولدها يمشي بالسلامة ويرجع بالسلامة وكاين مجموعة ديال الأسر كتبغي وكتسعى باش هاد المخيمات بالإضافة إلى الترفيه وبالإضافة إلى التسلية وبالإضافة إلى المتعة كتبغي هاد الأسر ولدتها يتحصن بالقيم الدينيه وبالقيم الاخلاقيه لان الابناء عاده ملي كيغيبوا على العائلات قد ينفلتون من بعض المبادئ والقيم هناك نوجه تحيه كبيره لبعض الجمعيات المواطنه واللي عندها واحد النزعه ايمانيه كتعلم ابنائنا قيم دينيه واخلاقيه رائعه اللي تبارك الله كيتعلموا الصلاه في وقتها كيتعلموا كيفيه القيام لصلاه الفجر، كيتعلموا كيفاش يكونوا بعضياتهم متلاحمين، وواحد المجموعه ديال المبادئ اللي هي مباركه. فهذه فرصه، فرصه نستغلها جميعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا راه الشباب والفراغ راه نعمه من النعم، لابد ان نستغلها. كان يقول صلى الله عليه وسلم موجها للخطاب للشباب اليافعين يقول لهم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أيها الأحبة الكرام بغينا اليوم جميعا نتحدث على العطلة الصيفية وكيفاش المغاربة عادة كيدوزوا هذه العطلة بغيناكم جميعا تشاركونا وتتحدثون على منطقه التفكير والخطوات الايجابيه اللي كتقوموا بها او الاكراهات والصعوبات اللي كتواجهوها في العطله الصيفيه نفتحوا النقاش ونخوي قلوبنا وبعضنا ياخذ بيد بعض وان شاء الله تعالى يكتب الله للجميع مكاتب الخير الارقام ديالنا مفتوحه في وجه الجميع وهي 05 22 88 00 60 او واحد وستين او اثنين وستين او الرقم الهاتفي صفر خمسة اثنين وعشرين ستة واربعين اثنين وسبعين خمسين او واحد وخمسين او اثنين وخمسين نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك وسعداء بمكالماتكم ونبدا اول مكالمه من اقليم جرسيف معنا لاله عتيقه سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا استاذ قريبه لاباس عليك اهلا لاله عتيقه يا مرحبا بارك الله فيك أستاذنا فخورين بك بزاف الله يعلي مقامك لاله عتيقه كنا كنتبعوك في الدار كاملين شكرا لكم بنتي الله يصلحكم جميعا امين استاذ حنا ان شاء الله يا رحمن يا رحيم استاذ كنطلب منكم الله يجازيكم بخير انت مستنيين تدعوا معنا ان شاء الله تدعي معايا ومع خوتي وبغيتك استاذ الله يجازيك بالخير تدعي لي مع واحد اختي كاينه في اسبانيا قالت ان شاء الله ربي يسهل لها في الوريقات لا مع واحد ولد الناس ان شاء الله راه باغي يتقدم لها ان شاء الله يكمل لها ربي بالخير يا ربي يا كريم الله يكمل لها الرجاء للاعتقاء امين يا الله استاذ امين ربي يخليك شكرا لك لاله شكرا لك بنتي الله يصلحك ويحفظك ويبارك فيك وتحيه كبيره لاهل جرسيف طبعا في هذا الصيف كتقع علاقات زواج كبيره كاين زواج مغربيات بناس من اوروبا وكاين زواج شباب من اوروبيات وكاين شابات من عربيين خليجيين هذا كله سوق رائجه وهذا ولي قال فيه الله تعالى انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بعض الناس عندهم حساسيات من بعض الشعوب وعندهم حساسيات من بعض الثقافات والحضارات ولكن هذا هو سببه العقل الجمعي ديالنا اللي لنا مجموعه ديال الفروقات والاختلافات فيما بيننا والاصل اننا نحن جميعا في القاره الخمس اوروبيين وعرب وافارقه وامريكيين وكلنا من ابناء ادم وحواء احنا كونا اخوه اشقاء وابونا واحد هو ادم وامنا واحده هي حواء ثم تفرقنا ربي عز وجل لما اراد ان يخلق الانسان قال للملك عزرائيل قال لي ائتيني بتراب الارض باش نخلق منه آدم عليه السلام مشى عزرائيل من السماء العالية من جنة الفردوس وجا كوكب الأرض اللي اختاروا الله تعالى اللي غادي يكون فيه العيش تاع البشر لما قال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة وعزرائيل جمع من أطراف الأرض الخمسة جمع حفنة جمع خمسة الحفنات من كل طرف جمع منه حفنة خذ حفنة من إفريقيا وحفنه من اوروبا وحفنه من امريكا وحفنه من روسيا وما أسيا وما حولها وحفنه من القطب الشمالي او الجنوبي المت... حفنه خمس حفنات ومن كل الحفنات كون ابونا ادم عليه السلام هنا الناس جو الوان كاين الاسود وكاين الابيض وكيل الاسمر وكاين الجنس الازرق والاصفر اشكال والوان كلهم من ادم وحواء المطلوب ان يكون التزاوج بين الناس لان ربنا عز وجل قال: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا والتعارف يتم عن طريق الزواج. في هذا الصيف عاده كتكثر الاعراس وكتكثر علاقات الزواج المختلط. الناس اللي كيمشيو للمراكز الامنيه كيلقاو واحد المصلحه ديال الزواج المختلط. كل واحد من بلاد. المراه من جهه والراجل من جهه. هذا كله مطلوب. يكون من الخليج يكون من من اوروبا يكون من اي دوله من افريقيا مرحبا بالجميع لكن لا بد ان نحرص على قضيه معينه يكاد بعض الناس يغفلون عنها هي قضيه الدين هذه ليست عنصريه ولا اقصاء للاخر ولا مس بحقوق الانسان قضيه الدين جوهر الرجل اللي هو مسلم مغربي له الحق ان يتزوج مع اي امراه يهودية أو نصرانية ولكن حتى النصرانية واليهودية قال لك الله تعالى والمحصنات من أهل الكتاب يعني حتى لو كانت يهودية ماشي غير يهودية عادية تكون محصنة تكون كتقدس الكتاب وتكون كتحترم الأنبياء وتكون كتآمن بالله وتكون كتعتقد بأن هناك البعث وهناك النشور لأن كاين يهود عندهم دين خفيف هذه المبادئ الكبرى الأساسية الأديان عامة لا يؤمن أو أن أنهم عندهم طريق طرق سخيفة ربي قال لك والمحصنات من أهل الكتاب وكذلك النصرانية النصرانية تزوج بها تزوج بها إلا كانت نصرانية ولكن بشرط تكون محصنة أيضا كتحترم الأنبياء وكتقدس الكتاب المقدس وكتؤمن بالله تعالى وتؤمن بالبعث والنشور هادو ساهلين باش يوقع الحوار بيننا وبينهم في الاسلام وندخلوا في الاسلام لكن للمرأة الا بغات تزوج مع اجنبي احذر انها تنسد لا يحل قطعا للمراه اللي هي مسلمه تزوج مع واحد الانسان عنده ديانه اخرى وللاسف هادشي ولينا كنلاحظوه كثير في المجتمع ديالنا كنلقاو بعض مرات الفتاة مشات تقرا في أوروبا أو دارت عقد عمل حتى كتجي مع واحد الراجل كتقول لها ماما بابا هذا عجبني وتفهمت معاه بغيت نزوج معاه ولكن أش من دين عنده مرحبا مرحبا أه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا أرى للمتحابين سوى الزواج جوج تحاب الله يعاونهم الله يسهل عليهم ولكن هذاك الأجنبي أش من دين عنده إذا كان عنده دين يهودي أو مسيحي راه لا يحل للمسلمة المسلمة ينبغي أن تتزوج من مسلم علاش هذا ماشي مفارقة بين الرجال والنساء لأن الرجل من صلبه يخرج الأبناء إذا كان مسلم غد يخرج من صلبه أبناء مسلمين وإذا كان يهودي أو نصراني أو لا ديني قد يخرج من صلبه أبناء على ملته لهذا نحن نذكر في شريعتنا الإسلامية مرحبا بالزواج المختلط ولكن نحضر الدين لابد ان يكون حاضرا لانه هو راس المال هو الفضل راه اللي ضاعت الله يهنيها ما تلفتش فيها ضاع المال ضاعت الصحه ضاع الجاه ضاع الوظيف اللي ضاع الله يهنيه وما تشوف فيه لان ربي غادي يعوضك ما منه الا حاجه واحده اذا ضاعت لينا نعم والله خساره ما بعدها خساره وهي الدين هي الاساس ف بنتي عتيقه الناس ديال الكرسيت معروفين بالعادات والتقاليد ومعروفين الحمد لله بالقيم الدينيه ديالهم لا شك ان هذا المبدا غير ذكرت به عموميا ولكن غادي يكون عندكم حاضر بقوه اسال الله تعالى لهذه الاخت ان يبارك لها في زواجها في اسبانيا الله يجعل له زواجا مباركا ميمونا اللهم يا رب العالمين وهذا السادة المستمعين جميعا يؤمنون اللهم اجعله زواجا مباركا واجعل بين العريس والعروس مودة ورحمة وارزقهم رزقا حسنا وهيئ لهم من أمره رشدا لالا عتيق أنتم كلكم مجموعين على الميديا الآن أسأل الله تعالى أن يجمع شملكم ويجمعكم على البر والتقوى وأن يجعل دائما شملكم مجموعا وأن تكونوا مجموعين في حضرة سيدنا النبي في الفردوس الأعلى بحضرة صحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين الله يكمل لكم الرجاء ويسعد قلوبكم يا رب وتحية كبيرة لأهل جرسيف <متحدث> نتحول إلى مراكش مع للا رشيدة السلام <متحدث> عليكم عليكم السلام دكتور كريبان مرحبا للا رشيدة ربي يخليك يا دكتور كيبا انا فرحانه ملي عيطت لك اليوم وهدرت معاك الله يفرحك بدخول الجنه لاله رشيده امين كي دايره صحيحه الحمد لله ربي ونشكروه لاله كي دايرين نشكركم بزاف على هذا اللي كنتفرج فيكم ملي دابا خسر لي الراديو بحال لا خاصني شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله الله لا يحفظك لاله رشيده نجيبوا لك لاله راديو الدار عندك عندي الراديو دك الكبير تندير تبارك الله هذاك زين هذاك الراديو تقليدي تاريخي شحال العمر ديالو دابا حاليا عندي دابا شي تقريبا من زيادة واحد البنيه عندها دابا 13 عام بارك الله تبارك الله الله يخليها لك امين راه ما دابا لك الوليدات ديالي بثلاثه جوج بنيات ووليد الله يصلحهم يا ربي ويحفظهم ويبارك فيهم يا كريم امين يا دكتور كريم انا بغيت نسولك واحد السؤال بغيتك تدعى ليا مع الاخوات ديالي ثلاث خواتاتي ثلاثه مساكنات مراضين لا اله الا الله مع الوليدات ديالي واحد الاخت ديالي مريضه مسكينه ما عرفناش واش فيها الماس ما عرفنا واش سحر ولا عين ولا ربي اللي علما دكتور لا اله الا الله لان رشيده سولناك لالا وحنا كنا تكلمنا عن العطله الصيفيه عندك ثلاثه ولاد تبارك الله واش عندك شي برنامج للسفر في هذه العطله الصيفيه مع وليداتك لا دكتور اخي ما عنديش الامكانيات باش نسافر مع وليداتي لا اله الا الله وفي مراكش انتم الحمد لله في مراكش مراكش راه مبهجه راه هي كلها جنه خضراء ولكن كيبغوا الولاد ربما الشاطئ والصيف والبحر في هذا في هذا الصيف هذا لا لا مساكنات ما تيطلبوا حتى شي حاجه الا تيصنطوا علمي الراديو راديو دابا ملي خاطر لهم الراديو تيتقول لك خلينا بغينا نصمتوا جيبي لنا راديو بغينا الدكتور كريبان لا اله الا الله الله يحفظهم لك الرشيده الله يحفظك يا رب الله يسعدكم على الرشيده على هذا اللي نسولك على هذه الاخت ديالي من ملي كانت ملي كانت مريضه تتشوف شي اشياء حنا ما كنشوفوهاش وهي تتشوفها بحال اش تتقول لك تتشوف شي حاجه تتقول لك هي دخلات للبيت وتشوف الاخ ديالي تتقول لك راه مجوج داير العرس نعم وراه حتى شي حاجه ما كاينه وتتخايل هذاك الشيء وكتبيطر ما من فوق السطاح لا اله الا الله يشفيها ويعافيها يا رب امين الله يشفيها يا رب يا رب امين انا فرحانه بزاف وحق الله ومرتبه كما عرفش الله ما عرفش انا اش نقول لكم اللي دعى ديالكم ما عرفش انا فين نحطها الله يكبر بك لاله رشيده الله ينورك بنور الله الله أنا فيك ملي تنتصمت ليك من اللي ملي تنتصمت لك حق الله يا دكتور قريبا الا تنستراح وكنقعد نتصمت لكم انا وليداتي هما جالسين حدايا بثلاثه وكنشكركم بزاف بزاف على هذا اللي دعم تصور الفرحه اللي انا فرحانه باش هضرت معك يا دكتور وبيت معايا ويقولوا نفس كي تنقول انا كيما تدعوا تنقول حنايا داك نقولوا امين يا ربي كل واحد الله يوفقه عليه يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم الله يحفظك لله واحد واحد السيده كان حتى هي داعه معاه حتى نعرفها كانت الابنه ديالها يتيمه هي وعندها مسكينه خمسه وخلى لها الراجل خمسه الوليدات ما شاء الله داك داكشي اللي قسم الله كان تنعطيه لا تديه لا واحد البنت ديالي ما شاء الله وهاد السيده عندها خمسه الوليدات لالا رشيده أه. أه وش تي واش تاهي عندها شي عطله صيفيه مع هاد الوليدات ولا غير الدار يكون... لا لا مسكينة ما عندهاش الله يكون في العوال ما عندهاش اللي دخلها تا تحت الخوزة دكتور كريبان لا إله إلا الله عندها خمسات الوليدات جوج بنيات وثلاثه الوليدات الله يحسن العون يا رب الله يحسن العون يا رب آه. الله الا تتبقى فيا حق الله الا تتبقى فيا في ملي كنشوف هذيك الحاله تنقول الحمد لله على حنا اللي عطانا سيدي ربي الله حمدنا وشكرنا لا اله الا الله الله يبارك لك يا رب كنشكرك يا رشيده كنشكروك الشكر الجزيل و و و, و, و من خلالك الساكنه المراكشيه المباركه هذا آه. الكلام اللي قالت رشيده كيجعل الناس اللي خدامين في الاذاعات وفي اللي على الخصوص لابد ان يضاعفوا جهودهم لان العطله الصيفيه عاده كتكون طويله وكتكون ممله الوقت يطول والانسان يبحث عن طريقه لكي للتسليه للاستمتاع هناك الحضور ديال المذياع داخل الاسره كيخلي العائله كتفرح وكتشعر بان شيء ما يطرد الفراغ الفراغ قاتل والوحده قاتله والطبيعه تابى الفراغ، اذا كان الفراغ ما كيبقاش فراغ، بد ان يملاه شيء كتملؤه الوسوسه، كتمل الخيالات، كتملؤه اشياء اخرى اللي هي غير مفيده. هذا كيحتم على الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الاذاعي انهم يضاعفون من جهودهم ويكون الخطاب الاذاعي خفيف ويكون جميل ويكون ممتع خصوصا في هذا الفصل ديال الصيف ويكون قريب من نبضات المجتمع. وحنا سعداء لاله رشيده بهذه الشهاده ديالك لاله رشيده آآ آآ من خلالك عرفنا واحد الشريحه ديال المجتمع المغربي اللي هما على قد الحال راه ما عندهم عطله صيفيه راه كيبقى جالس في الدار وكيعاود يخرج يضربوا البرد ويعاود يدخل للدار عاوتاني هذا كيحتم علينا جميعا ناكدوا بأننا نحن كشعب ينبغي ان نكون كاسره حنا كاسره الاسره كيكون كي فيها واحد الفئه قاري مزيان كيخدم مزيان كيربح فلوس مزيان وعندنا واحد في الاسره كنقول له مسكين على قد الحال داك جهدو ما قراش ما خدم واش يبقى ضيع لا كنديروا فلسفه التضامن سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان رائدا قبل ما يجي كارل ماركس رائد الاشتراكيه وقبل ما يجي فريدريك انجلز اللي دار التنظير للفكر الاشتراكي وقبل, وقبل 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واحد الكلمة لواحد القبيلة اسمهم الأشعريين كان شي مرة كيمدح القبائل وقال لهم الأشعريين أحبهم هم مني وأنا منهم الناس من قريش اللي كانوا زعما هما فضلاء وعندهم الأصل وعندهم البيت قالوا شكون هاد الأشعريين اللي فضلهم سيدنا النبي وقال لك أنا أحبهم هم مني وأنا منهم هم بعاد على البيت قال لهم في واحد الصفة كتجعلهم يكونوا في مستوى البيت او اكثر لان القضيه ماشي بالانتساب القضيه هي بالعمل ملي سولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله باش فازوا هاد الاشعريين قلت انك تحبهم هم منك وانا منهم قال لهم الاشعريون اذا قل زادهم كيجيبوا واحد الستار ابيض كيحطوه في الارض وكيوضع كل واحد ما عنده من خير ثم يقتسمونه بينهم بالسويه هذه الاشتراكيه الاسلاميه الرائعه كانوا الأشعاريين من اللي يقل زادهم القبيله العشيره البعض عنده والبعض ما عندوش ماشي كيقولوا كي اه احنا كل واحد يسوق يصوت على كبالته المثال الشعبي ولا كيقول لك كل شيء تعلق من كراعه هذا اللي كيتسمى الخطاب الاناني الخطاب الفرداني كل كيقول راسي راسي لا هما عندهم فكر جماعي واحد الفئه عندها المال واحد الفئه فقيره بلا ما يفكروا في القضيه ديال الاحتجاجات ورفع اللافتات والاستنكار طريقه فطريه بسيطه ماذا يفعلون اللي عنده شي حاجه كيخرج على برا وكيجمعوا ذاك الخير كله في فضاء واحد ثم يقتسمونه بينهم بالسويه ما كيبقاش فيهم فقير البركه كتنزل على الجميع فقال لهم النبي الكريم الاشعريين احبهم هم مني وانا منهم احنا بغينا في مغربنا العزيز الحمد لله الخير موجود الخير كذب من قال بأننا نحن فقراء آه مغربنا غني والخير موجود في كل مكان خصنا غير واحد شوية التراحم لا نقول اقتسام التروة لا لا نقولها لأن ذلك ربي قسم الأرزاق يقول إن الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون شوف المنافسة قال لك الـ 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 الأخير ما كتجمع يا رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون هناك من يجمع المال هناك من يجمع الألقاب والشهرة هناك من يجمع السلط هناك من يجمع كذا وكذا ولكن الشيء كله متاع الدنيا قليل وتسأل عنه يوم القيامة ولكن الذي حقيقة هو فائز واللي خصك تغير منه وتنافسه هو اللي يجمع رحمة الله ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة الله هي الأعمال الصالحة التي أرشد إليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حنا بغينا في هذا البلد الأمين تكون هذا التضامن بغينا الصيف جاء بالفرحه ديالو بالشمس الذهبيه بالشواطئ اللي عندنا تبارك الله خيرات الرمال الذهبيه في كل مكان بين المخيمات تكون في كل مكان وما يستافدوش فقط ابناء المدن الكبرى ابناء المدن الكبرى الحمد لله مستافدين وكيقلب على راسو من خلال الجمعيات تاع المجتمع المدني كنفكروا في دوك الوليدات اللي هما في المغرب العميق هذوك الوليدات اللي كيفيق مع الصباح ما كيلقى لا طريق لا كهرباء لا مستقبل امامه وكيبقى غير كيدوز النهار كيقول لك انا عيش اه عيش كل باش نعيش حنا ما بغناش هذه الوضعيه بغينا نتاساو بالاشعريين هم مني وانا منهم سيدنا النبي يحبهم فلسفه التضامن فلسفه اعطيني يدك ونعطيك يدي ونتعاونوا جميع على الكرم والجود والخير غيفيض على الجميع ربي سبحانه وتعالى يسعد ويفرح ويباهي بين الملائكه ملكة كتكون عندنا هذه الفلسفه ديال التضامن لالا رشيده من مراكش هي اثارت فينا الاشجان سواء وضعيتها الاسريه او السيده اللي كترفع عندها خمسه الوليدات ايتام ما عندهم شكون يدق عليهم الباب ويدق ويعطيهم ولو غير لقمه العيش لكن لنا رب الحمد لله لنا رب اسمه كريم ولنا رب اسمه رزاق ولنا رب اسمه جواد لالا رشيده اسال الله تعالى ان يحفظ لك الاولاد والبنات ويبارك فيهم ويصلحهم ويجعلهم اخيارا ابرارا صالحين ويجعلهم قره عينك هذا الاخ ديالك اللي هي مسكينة مريضة هذا مرض اللي عندها يبدو انه ليس مرض صرع لان المرض الصرع له اعراض خاصة هذا مرض كيتسمى بحال انفصال في الشخصية لان الامراض هي ادنوان واشكال كنعرفوها ونشخصوها عن طريق الاعراض التي تظهر على المريض هذا الذي قلته في أعراضها يبدو أنه ليس من المس لأن المس ديك روح شيطانية تدخل في الجسم البشري من المنافذ حنا في الجسم عدنا منافذ عدنا الفم وعندنا الثقب ديال الانف وعندنا الاذنين وعندنا القبول والدبر وعندنا بالاظافر هناك كيدخل الارواح الخبيثه بحال الغيزو وكدير لنا واحد النوع من الالم وكتمشي مع الدم مجرى المياه هذيك بوحدها اما الذي يقع وحسب ما ما فهمت من تشخيصك لاعراض هذه الاخت ديالك هذا كيتسمى في في الشخصيه كيبان ليها خيالات وكيبان كلام خاصة علاج طبي علاج طبي عن طريق الطبيب المختص بالادويه والجلسات لكن احيانا قد يكون الانسان فقير ولا يستطيع ان يذهب الى هذه المساحات النفسيه كنحييو واحد المجموعة ديال الناس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما فتحت شعب مجموعة ديال الشعب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعب في دراسة علم النفس كاين في مجموعة كليات في المغرب على غفلة حتى تفتحوا شعب خاصة بدراسة علم النفس وكانت تعليمات بأن كيسهلوا الولوج اللي عنده واخا بكالوريا قديمة يدخل ليها وخا يكون كبير في السن عنده 40 عام 50 عام تو يدخل وتبارك الله نجحوا هذا العام اللي فات نجحوا واحد العدد كبير ديال الطلبه والطالبات منهم من عنده 50 60 سنه وحتى هو دخل ليها الغايه هي ان نشر الثقافه النفسيه نشروها على اوسع مدى ماشي بالضروره ان الانسان يقرا باش ياخذ ديبلوم باش يخدم وانما ياخذ المعرفه ويتشكل عنده الوعي ومن بعد يخرج ينصح ويوجه ويرشد هكذا أراد لنا الله تعالى أن نكون فيما بيننا بين الراعي والرعية بعضنا يرعى شؤون بعض لأن رشيدة الله يشفي الأخت ديالك إذا تعذر عليها العلاج عن طريق الطبيب دائما نلجأ إلى إلى الله تعالى بالدعاء ربي سبحانه وتعالى اللي خلق العقل وسمه عقلا لأنه يعقل صاحبه وخلق القلب وسمه قلبا لأنه يتقلب وخلق النفس وهذه النفس مره كتكون مطمئنه ومره كتكون لوامه ومره كتكون اماره بالسوء الذي خلقها هو الحق سبحانه وتعالى حينما نعجز عن اتخاذ الاسباب واتخاذ الاجراءات اللي هي ملائمه لا نعجز نقولها ما عرفناش ما عرفتش ملي كنا نوقف واحد المكان لا اعرف لا اشعر بالعجز ولا بالضعف وإنما أتوجه مباشرة إلى صاحب الأمر الذي خلق وبرأ وقسم وأعطى وبارك سبحانه وتعالى لا أيأس ولا أحزن ولا يضرني خاطري ولا تغلب ولا تقهر ولا الزمن يدي مني شي حاجة علاش حتى من الأبواب كلها لا يهمني باب لا يغلق أبدا باب الله جل جلاله رزقه مفتوح وخيره لا يكاد ينتهي وعطاؤه ليس له حدود نطلب الله تعالى للراشده هذه الاخت ديالك اللي خلقها هو قادر بها هو يشافيها هو يعافيها ويداويها فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم لا نقصد الا انت ولا نطرق باب سواك سبحانك أنت على كل شيء قدير أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت سندنا وأنت وجهتنا اللهم يا رب أرنا عجائب قدرتك في هذه الأخت اللهم شافها وعافيها من عندك وارزق تمام العافية اللهم يا رب واجمع شمل العائلة وأسعدهم أجمعين وحقق رجاءهم وبلغهم مقصودهم وكلهم وليا ونصيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات قولوا معنا أمين آمين آمين يا رب يا كريم ونتحول من مراكش الى الدار البيضاء مع ام ادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام عمي كوريبان مرحبا مرحبا لام ادم, أم آدم. ام عدنان ام عدنان يا مرحبا وي. بك لاله أه. الله يبارك فيك يا قريبان كي عليك اكرمك وعدنان الله وعدنان اسم جميل الله ينورك ويخلي لك صحيحتك الله يحفظك يا ربي عدنان اسم أه. من اسماء النبي المصطفى صلى بارك الله, الله عليه وسلم الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يا مرحبا كنتمنى منك عمي قريبان دعي معايا شي دعوه وربي يفرجها عليا ويفرج على جميع امه محمد يا ربي يا ربي يا ربي امين ويشافي لي الوالده ديالي ويشافي عدوس يا ربي والله يدير الله شي تقول ديال الخير عندها شي مشاكل عائلية يا ربي مع دعي لي مع صحابتي في الخدمة تا هما كيطلبوا منك دعوة يا ربي, ربي. وهاد النهار وتسهل لي على وليداتي وتحفظهم لي وتحفظ جميع أمتي محمد وتحفظ لي يا راجلي ديما يا عمي قريبا محتاجة للدعوة ديالك الله يا رحمن يا رحيم ربي يفرجها عليا راني يعني قلبي مقبوط عليا لا اله الا الله يفرج لك ام عدنان ما تخافيش هذا لا ما تخافي يعني. ما تحزني ان شاء الله تعالى ربي كبير وكبير 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 ان شاء الله الحمد لله. وداي لي مع ميمتي بزاف مسكينه فيها السكر وضرب ليها عوينات حرق ليها شيك ديال العينين يا ربي لا اله الا الله وهذا النهار وشهود دايما جميع امتي محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم وبغيتك عمي كريضه لي مع واحد السيده معايا في الخدمه مسكينه هذه اربع سنين باش مجوجه ومرزقهاش تدير ربي وليدات دايما دا هي سميتها رشيده يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا, يا رحمن يا رحيم يعني دعوتك اكيد مستجابه عند الله سبحانه وتعالى استغفر الله وسعال. استغفر الله بارك الله فيك الله يحفظك ام عدنان الله يجزيك بالف خير اللهم امين عمك لا اله الا الله هي دعوه المؤمنين حينما يتجمعون ويؤمنون فعلا لا اخفيكم سرا كتلقاو مكالمات كثيره تبشر بالخير عدد ديال الناس اللي دازوا معنا في الراديو والحمد لله ربي استجب لهم بفضل الله اولا ثم بفضل التامين ديال المستمعين راه عدد المستمعين الان راه يصل الى ملايين راه الحمد لله في المدن وفي القرى وخارج ارض الوطن شحال ديال الناس الحمد لله ملي كيقولوا امين كلو همه وكلو شكله يجتمعون ما عندنا لا حزب سياسي ولا نقد عمليه ولا مصالح دنيويه ليس لنا سوى ان نتجمع على كلمه لا اله الا الله فقط لا نريد غيرها بديله نطلب الله تعالى يدوزنا برحمته الواسعه تصوروا معي واحد السيده مسكينه كانت اتصلت بنا من هولندا لا اله الا الله ربما كتسمعني الان وكان ديك الساعه مريضه واحد المرض شديد وغدير العمليه وقال لها نسبه النجاح ضئيله وبقات مسكينه كتصل كتصل الليله ديال العمليه وشدها الرقم وت... و... و... وخبرتنا بال... بالمرض ديالها وبالتحاليل اللي هي مقلقه وبكذا وداروا الناس الدعوة ديال الخير وقالوا آمين هي من هولندا ودعوا معاها الناس في كرسيف وفي طاطا والعيون وفي الصويرة وفي آسفي وجمعة سحين وفي تيتوان وفي سبحانك يا الله دازت واحد ثلاث ايام اربع ايام هي تصل بنا خارج البرنامج قالت لك الحمد لله مشات للسبيطار ولقات بانها الحمد لله مشافت معافا الا قليل غير شي ادويه صغيره غديرها ولات بخير وعلى خير لعل تسمعون الان واحد السيده تبارك الله اتصلت بينا من كندا ودارت واحد دعوة ديال الخير ما كانش كتولد سبع سنين وهم اللي داروا بها الدعوه ودعوا الناس بالخير وقالوا امين هي من كندا ديك الساعه كان عندهم الثلج كيسقط وكتكلم معنا والناس ديك الساعه عندنا الحراره وكنقلبوا على الشتاء فينا هي وسبحانك يا الله جات خطيه جاءت المغرب وجات عندنا الاذاعه وقالت لك فعلا ربي راه رب بشرها بتوام توام بعد سبع سنوات من الانتظار وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضل التامين تامين ديال ديال الناس عاد خليك على الناس البنات البنات اللي هما يكن عندهم مشكل ديال الزواج ربي عز الزواج العداد منهم تزوجوا وحضرت لهم في العرس ديالهم حتى وليت هربان ما بغيت تحضر العرس داكشي كثير الحمد لله الافراح في كل مكان والرزق والرزق يا سبحانك يا جليل الرزق ربي عز وجل يفتح منافذ سبحانه وتعالى عمره ما يخليك تمد يدك للخلق الخالق عز وجل يمد لك هذا كله بفضل ماذا بفضل الدعاء الدعاء ليس امرا هينا الدعاء مخ مخ العباده الدعاء هو افضل واكرم شيء في الوجود. اذا كان الغايه من هذا الوجود كله ما الغايه من الوجود؟ احنا لماذا خلقنا اصلا؟ ولماذا نعيش؟ ولماذا سوف نموت ونبعث؟ لماذا كل هذه الحيتيات؟ لماذا جواب بسيط هناك من يقول في الفكر الفلسفي لماذا نعيش؟ يقول لك انا اعيش لاكل وكلك لك انا اكل لاعيش وكيقول لك كلام طويل ولكن نحن نقول نعيش لنعبد الله هذا هو لماذا خلقنا هذا هو الاولى الاولويات خلقنا ونعيش لعباده الله الشيء الاخر غير وسائل غنقراو وغنديروا البحث العلمي غنديروا الانتخابات غنديروا البرلمان غنديروا الاجهزه الامنيه غنديروا الوحده الوطنيه هذه كلها وسائل ولكن عمق الحياه هي العباده ألم يقل رب العزة جل جلاله في كتابه العزيز: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين" ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة أساسا هي هي العمق اللي فاتك في العبادة هو اللي تخاف منه هو اللي تشعر بالغيرة من تجاهه وتنافسه أما اللي فاتك في الفلوس الله يهنيه كل الفلوس انها جمال فكروا فيهم علاش لان يوم القيامة يسأل عن هذا المال من اين اكتسبه وفيما انفقه ومن نوقش الحساب عدب نطلب الله السلامة والعافية الصحابة والصالحين جمع يهمهم اللي جمع الثروة يقول لك هذا اوسخ الدنيا بارك علينا غير اللهم ارزقني ما يكفيني ولا تعطيني ما يطغيني كذلك اللي كيقلب على على المسؤوليات والمناصب والسلط يكون عنده كذا وكذا غير عدب ألا ربي قائم بشؤون الخلق وشؤون الأرض الحي القيوم هو الذي يقيم كل شيء سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام قال له يا ربي ألا تنام ألا تنام يا رب هو يقول الله تعالى يا موسى تريد جوابا خذ قلتين من الماء واحمل إحداهما عن يمينك والأخرى في يسارك احملهم سيدنا موسى بقانت كيتسنى 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 الدهن النعاس هو يطلق القلتين من الماء فتكسرتا ويفزع سيدنا موسى ويقول له الله تعالى يا موسى ان نمت انا فمن يمسك السماوات والارض ان تزولا سبحانه جل جلاله واخا كنشوفوا هذه الانظمه وهذه الاجهزه وهذه الترتيبات راه غير وسائل ربي مسي اما هو سبحانه وتعالى قائم بشان الوجود غدا الشمس شكون اللي غادي نوضها من النعاس وتشرق علينا الله في ال... كل يوم شكون اللي الكمية الكميه الأكسجين تنفسوها الله ال... الاولاد والبنات شكون اللي غادي يحم... يخليهم يحملوا ويولدوا ويتزاد الخلق الله كل شيء من عند الله المطر من عند الله البركه من عند الله الرزق من عند الله والشيء الاخر غير كراكيز ودمى تتحرك وربنا سبحانه وتعالى فمن عابد الخالق هو الاساس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولكن هذه العباده لها اشكال والوان ولها مراتب العمق ديال العباده والاساس ديال العباده هو الدعاء ملي كتلقى الانسان كيبقى يدعي الله ويعاود يدعي الله ويدعي الله هذاك راه هو اللي اللي كرموس سبحانه وتعالى فاحنا في هذا البرنامج اعطانا الله تعالى هذه المساحه هو اللي فتحها سبحانه وتعالى ما فتحها هو حق سبحانه وتعالى اللي فتح هذه المساحه وجعلنا كلنا نجمعوا لذكر الله وللدعاء الى الله سبحانه جل جلاله ومن ثم كتجي الكرامات هاد الناس اللي كيقولوا امين راهم كاينين الصابرين خصوصا الشريحه اللي كتسمع البرنامج معظمها من ناس طبقة الشعبيه المجروحه طبقة الشعبيه المحقوره الطبقه الشعبيه المهضومه الطبقه الشعبيه المغلوبه على امرها ما عندها ما عندها قدره وسلم امرها الى الله وما طمع في حد يعطيها وما كتسنى اجراء باش تاخذ حقها ربي هو اللي رزقها سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه هاد الناس كيتسموا ضيوف الرحمن ربي عز وجل الضيوف ديالو نوعين الضيوف الاوائل كيتسموا هما الحجاج الميامين كيتسموا ضيوف الرحمن والضيف الثاني هما كل واحد فقير مهضوم مكسور مهموم ولكنه قريب من الله كيتسمى ضيف بامتياز هؤلاء يملك الجمع بالالاف بل بالملايين ويؤمنون لا شك ان الله سبحانه وتعالى يكرم الجميع اختنا ام عدنان اسال الله تعالى ان يحفظ لك ابنك يا عدنان وأن يجعله على خلق المصطفى العدنان ويجعله مباركا أينما حل وارتحل وأسأل الله تعالى أن يشافي الوالدة ويعطيها الصحة والعافية وتمام العافية ويحفظ العجوز ديالك ويجعل بينكم مودة ورحمة ويخلي شملكم مجموع دوما وأبدا وأسأل الله تعالى أن يحفظ الأولاد والبنات وأسأل الله تعالى الاخت رشيده اللي ما عندها وليدات نطلبوا ربي سبحانه وتعالى في هذه الساعه يبشرها بحمل قريب اللهم يا رب بشرها بحمل قريب وارزقها ذريه طيبه اللهم كل من كانت عندها مشكل في الانجاب انت خالقنا وانت رازقنا وانت بين الكاف والنون قدرتك سبحانه اللهم يا رب عجل بالفرج للجميع بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين قولوا معنا جميعا امين آمين آمين يا رب العالمين ونتحول من الدار البيضاء إلى إقليم تارودانت مع أخينا هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أمين حاج كي دايرة أهلا هشام كي عمي الحاج بخير صحيحة بخير الحمد لله خويا الحمد لله الله يبارك فيك مولاي, مولاي. عمي الحاج الله يعطيك الخير كنشكرك على هذا البرنامج اللي كتقدم لنا والله يجازيك بخير أكرمك الله خويا يثبت لك هذا نطلب الله تعالى أعزك الله مولاي ويديك الله يجزيك بخير واحد الوالدة دعا لي مع لنا هاد واحد شوية مريضة لا اله الا الله الله والله يشافي الله يشافي جميع المسلمين والمسلمات يا ربي يا ربي و... ودعاني مع واحد الرجل مسكين مشى للعمره عمره واحد الجار ديالنا والتفة تماني وبقاو كيقلبوا عليه شي 13 يوم حتى قالوا لهم هنا ف لا اله الا الله راه التفة راه لقاو صافي ودفنوه تما ربما دفنوه تما دفنوا هي تماني في العمر هاني الله هاني الله لا اله الا الله ودعا لي مع واحد بنت خالتي عندها الجواز ان شاء الله نهار 31 في الشهر غادي تزوج للدار البيضاء هي يتيمه عنيت ما عندها باه لا اله الا الله يا ربي يا كريم يا والله يجزيك بخير سمح على هذا البرنامج اللي وشكرا شكرا سي هشام شكرا مع الامه الاسلاميه كامله اللي مات الله يرحمه واللي باقي الله يجزيه البركه يا رب يا كريم خير. شكرا حياك الله سي وتحيه لساكنه تارودانت الناس الطيبين الناس المتواضعين الناس القنوعين سبحان الله العظيم كل فئه من بلادنا الحبيبه الا وفيهم صفات عجيبه لو جمعناها كلها واستفدنا منها كمغاربة غنكون شعبا أبيا شعبا حرا وشعبا كريما وشعبا نفتخر بما حبانا الله تعالى من صفات فكل منطقة من بلادنا المغرب إلا وفيها صفات طيبة نزلت لنا معروفين بالبساطة بالتواضع بالقناعة وبالرضا صفات هذه صفات الأولياء والأخيار والمر... وال... 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 سيشام هذاك السيد اللي مات في العمرة هو ما ماتش هو حي يرزق شكون هو الميت؟ الميت هو اللي كيدور بيناتنا ولكن لا يذكر الله هذاك هو قلبه ميت اما الذي مات وهو يذكر الله انا كنسمي توفي وانما هو حي ربنا عز وجل كيقول لنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين 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 بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهنيئا له لمت وهو في سفر طاعة غادي مسافر سفر طاعة أو سفر استجمام راك يكون مرحوم أما اللي كان في العمرة هذاك يبعث يوم القيامة مع من؟ غيتبعث مع الأخيار وغيتبعث مع الأبرار وغيتبعث مع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامه ملبيا يوم القيامه الناس من اللي كيخرجوا من القبور ديالهم وكيقولوا كيقولوا يا ويلنا من ايقظنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اللي مت في الحج او العمره غير كيخرج من القبر ديالو وينفض عنهم التراب ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهنيئا له هنيئا له وقول العائلة ما يحزنوش عليه راه كل ما بغاه ربي سبحانه وتعالى كاع ما يدفن في ديك الأرض الطيبة اللي فيها الصحابة وفيها التابعين غالبا الناس اللي كيموتوا في مكة المكرمة أو في المدينة في المدينة كيدفنهم في البقيع والبقيع فيها ما يزيد عن عشر آلاف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أمهات المؤمنين جميعا وفيها الإمام مالك ابن أنس اللي هو صاحب المذهب بالمغرب فاللي كرموا الله تعالى غيد معاهم معهم وتم الأرض سخونة راه كل ثلاث سنين أربع سنين نفس القبر كيعاودوا يبنيو فيه وكيديروا فيه الدفن حتى الأرض سخونة كتاكل اللحم والعظم بسرعة فهنيئا له سيشام هشام الله يشافي الوالدة الله يمتعها بالصحة والعافية وتمام العافية ورب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير واسال الله الكريم لهذه البنيه اللي هي يتيمه وعند الزواج في 31 من هذا الشهر غادي يوافق عيد العرش غتكون غيكون المغرب كله فرحان المغرب غادي يكون كله سعيد لان في هذه مجموعه ديال واحد للاعياد الوطنيه عيد العرش المجيد اللي كيكونوا فيه المغاربه كلهم فرحانين وكلهم سعداء فكت كل الفرحه فرحتين فرحه الزفاف الميمون الله يكمل لكم الرجاء ويسعد القلوب ديالكم ويجعل الحياه طيبه مباركه وسعيده يا رحمن يا رحيم واسال الله الكريم للامه الاسلاميه اخونا سي هشام من تارودانت شوف الناس طيبين ملي كيقلب على الدعوه ما كينساش الانتماء ديالو للامه رحنا كنتميو الى امه اسلاميه اللي فيها الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس اخرجت للناس هذه امه مباركه امه خيره امه رحيمه فاللهم يا رب اجمع شمل هذه الامه اللهم يا رب اجعل هذه الأمة مباركة واجمع شملها وارفع رايتها واحقن دماءها اللهم أمين يا رب اللهم يا رب واجعل حياتنا كلها خيرات وبركات واجعل هذه الفترة يا أخي الأحزن أخي هشام من تارودانت كان يوجه ليك والساكنة الأمازيغية واحد الأنشودة جميلة اللي فيها مناجات لله تعالى باسم الربوبية سيدي ربي يا الحنين ونطلب الله تعالى ينزل المحنه علينا اجمعين بالرحمه وبالمغفره وبالتواب اللهم امين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونواصل ايها الاحبه الكرام هذا اللقاء الممتع في هذه الليالي الصيفيه تجمعات ربانيه نجتمع لذكر الله نجتمع لرفع اكف الضراعه الى الله. نطلب منه سبحانه وتعالى المدد نطلب منه سبحانه وتعالى المغفرة والرضوان نطلب منه سبحانه وتعالى أن يسعد قلوبنا وقلوبكم أجمعين ويرحم أمواتنا وأمواتكم أجمعين ما زال معنا مكالمات كثيرة هذه اللحظة نتحول من تارودانت إلى إقليم بوجدور معنا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كدر عمي الحاج بخير الله يبارك فيك لالا لي يا دكتور شوية لالا أم محمد ذكريني أم محمد من بكم تقريبا شي شهر هذه إياه ان شاء الله تذكره. نتمنى ما تخونيش ذكرنا لاله ام محمد بالموضوع دي. ديالك أنا اللي قلت ما فيه الزوج ديالي الله أكبر نعم 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 عظم الله أجركم عظم الله أجركم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف بقيتوا <applause> لالا أم محمد؟ الحمد لله دكتور الله الحمد لله على كل حال ما تحت لي الفرصة المرة الفائتة باش نشكرك شكرا بزاف دكتور العفو لالا العفو لا إله إلا الله وكيف بقاو الوليدات ديالك لالا؟ والله الحمد لله في وقت الخير انتم عليكم الله يجازيكم بخير الحمد لله ونشكروه لله ام محمد اكيد باقي مازال في العده ديالك لالا ام محمد اها انا باقا في العده دكتور لا اله الا الله الله يسوقك الصبر بنتي الله يصبر الصبر امين عمي الله يجازيكم بخير لا حول ولا قوة الا بالله كنتمنى حتى انا شي دعوة ديال الخير نكون محظوظة بحال هاد السيدات اللي كنت كتهضر على عليهم دابا ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي باذن الله الواحد الاحد الفرد الصمد نسال ربي يقويني باش نكون مع يا ربي لا اله الا الله، لا اله الا الله. محمد ذكرنا شحال باقي عندك ديال الوليدات؟ ثلاثة عندي الحاج لا اله الا الله والمرحوم كان باقي صغير توفى، خلى لكم شي بركة، آه، شي تقاعد، شي لا دكتور لا قلت لك هو غير حلاق حلاقي الحمد لله غير كريم الحمد لله لا اله الا الله ثلاثة الوليدات قلت الكبير عندك سنين باقي صغير ولكن كله صبايا لا اله الا صبيان ما شاء الله ما شاء الله نعم يعني والله ما كنتمنى غير ربي قدرني على تربيتهم احسن تربيه ان شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم هي كنحس براسي يعني هديت وما بقيتش قادره يعني مرضت ولكن الحمد لله ما بقيتش كيما كنت يعني كان ندير شي حاجه كندير انا ما بقى غندير شي حاجه الزمان صعيب الزمان صعيب بنتي ام محمد الحمد لله ما شكرا لكم بزاف نتعلموا منكم بزاف. العفو لله ام محمد يا ربي الله يكمل لك رجاء ويفتح لك الله شي باب من ابواب الخير. انا ديما نتبعكم وكنعتبر نفسي أنا يا وحده منكم يعني وكنامن مع من من المستمعات كلهم كنتمنى اليوم اللي كيسمعني يدعي لي في دعوه ديال الخير الله يا, يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا, يا رب اسال الله تعالى ان يسعدك الله يسعدك ام محمد لا إلا الله يرحم هذا المرحوم الله يرحمه رحمة, رحمه واسعة راهو الآن في ضيافة الرحمن معززا مكرما نسأل الله تعالى أن يبوئه مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله تعالى أن يجعله بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يرزعكم الصبر والسلوان وأسأل الله تعالى أن يتجلى عليكم بالكرم وبالجود وبالعطاء إذا مات المنفق فإن الرازق حي لا يموت الرازق سبحانه وتعالى هو الله جل جلاله، اما الزوج او الاب فمجرد منفق ينفق مما اتاه الله. اسال الله تعالى ام محمد ان يفتح لك ابواب العطاء وابواب الكرم وان يقويك ويعوضك خيرا مما ضاع. قلوا معنا جميعا امين 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 يا رب وكنتمنى ان شاء الله تعالى من الدوائر المسؤوله في هذا البلد الامين المشروع الرائد ديال تقديم يد المساعدة للنساء الأرامل والنساء المطلقات وخصوصا اللي عندهم ولدات والحمل اللي هم تقيل هذا مشروع بدا الحمد لله راه غادي في الطريق ديالو وكنتمنوا من الاجهزه الحكوميه انهم يضاعفون من جهودهم لان فعلا كاين واحد الشرائح ديال المجتمع كيعاني فقر شديد نساء ما قراوش وما تصنعوش وملي كيموت لهم الرجل كيبقاو غير قادرة على احتراف اي حرفه وكيواجهوا الفقر المدقع وكاين اللي مسكينه ما عندها صحه باش دير الاعمال الشاقه سوى ما اجاد به الله تعالى ممن حولها من الناس الطيبين اللي فيهم الاحسان وفيهم الكرم بغينا الدوله تكون دائما حاضره وبقوه لفائده النساء الارامل والنساء المطلقات والناس اللي عندهم الايتام يكون عندهم واحد المنحه شهريه على الاقل حد سميق باش يقدر يعيشوا بكرامه وما يودوش يديهم. لالا ام محمد وهذا الاذان هذه اللحظه غير ترفع الاذان اسال الله تعالى ان يكرمك ويسعدك ويبارك لك في اولادك ويغنيك من فضله. اللهم امين اللهم امين. قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا جميعا الصلاه. اللهم وفقنا لاداء هذه الفريضه في مساجد الله مع الجماعه. اللهم ارزقنا فيها الخشوع والاخلاص وتجاوز عنا ما وقع في صلاتنا من خطا او سهو او نسيان. اللهم امين يا رب يا كريم. ونواصل ايها الاحبه الكرام استقبال المزيد من المكالمات. اللحظه نتحول من اقليم بوجدور الى اقليم الريش، معنا لاله سهيله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف كيف الله وبركاته. أيضا بخير. اهلا لاله، حياكم الله، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك اخويا الله يرحم بغيتك تدعي مع الوالدين ديالي بغيتهم ان شاء الله يمشيوا للحج ويعفو عليهم الله من التعب ومن من ديال دي الدنيا، وبغيتك تدعي معايا ان شاء الله يجمع لي الله الشمل ديالي وجيالي وسهلي الله بمنزل ملك يا رب يا رب ان شاء الله يقولوا امين ويدعيوا معايا لا اله الا الله وبغيت تدعي لي مع واحد خالي هو تيسكر وتي المهم .تي مخبرات وهذا الله يعفو عليه في هات الليله يا رحمن يا رحيم خالي اخر عنده السحر وعنده بزاف ديال الحوايج وعنده مشاكل مع مع وليداته مع مراته لا اله الا الله مع واحد اختي ان شاء الله بغيت ربي يسهل عليها بالوليدات فرحين هي ورجلها ان شاء الله ياربي. يا رب يا رب يا كريم يا لا لا بنتي سهيلة الى الله يا بنتي اكرمك الله اكرمك الله لا اله الا الله هذه اللحظه يا الله عباد الله المؤمنين ادوا الصلاه والقلوب ممتلئه بذكر الله لا لازلت رطبه بذكر الله والاية متوضئه والجبه ساجده لا شك ان التجمع في هذه اللحظة بدعوة الخير يكون فيها واحد نعيم كبير سهيلة عندها مطالب كتقول بأن بغات الوالد ديالها والأم ديالها يكرمهم ربي بالحج شكون هذا اللي ما عندوش هذه الأمنية الغالية أنه يزور تلك البقاع المقدسة شكون هذا اللي ما أنه يطأ بقدميه في تلك البقاع ويكحل عينيه بالنظر الى الكعبه المشرفه ويشرب من ماء زمزم ويقف على جبل عرفات ويذهب الى المدينه المنوره ويقدم السلام الى حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شكون هذا شكون المغربي لمعهد الاحساس نطلب الله تعالى للجميع انه يكرم عباده المؤمنين بالوصول الى تلك البقاع واستكمال الركن الخامس من اركان الحج وان شاء الله تعالى ابتداء من هذا الاسبوع غنديروا ان شاء الله تعالى واحد دروس تكون مستفيضه وتوجيهات واضحه حول الحج ومناسكه واحكامه وحكمه واسراره وقصص اجتماعيه مفيده باذن الله تعالى حول هذا الميدان اللي عمر قلبه بهذه الامور هذه غادي يكون ان شاء الله وصلوا النداء الالهي نطلب الله تعالى نهيدا ان يكرم والديك بحج قريب وقالت لك بغات ربي يرفع الشقاء على الوالدين كاين اللي في الحياه ديالو مضارب مع الزمان يشعر بالشقاء كاين اللي كتب عليه الشقاء اللي حل عينيه هو مضارب مع الزمان وطال العمر ولا زال في صراع مع الزمن هذا الشقاء من يرفعه سوى الخالق عز وجل ربي عز وجل كيقول لنا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى اللي كيشعر بانه شقي وما عنده زهر وبغرب عز وجل يعطيه السعد ما عليه إلا أن يكتر من قراءة سورة طه طه فيها سر من أسرار الله خصوصا التمن الأول من, من سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كان سيدنا النبي يعاني من الشدائد في الحياة والكروب فلما نزلت عليه طه ربنا عز وجل أعطاه الفتح ورفع عنه الشقاء رب الله تعالى سهيلة يرفع على والدك الشقاء ويعطيهم العز والبركة والنور الإلهي للسهيلة سهيلة تقول لك بغت, منزل ملك شكون هذا المواطن اللي في بلادنا المغرب ما كيتمناش واحد السكينة تكون في ملكه ما تكونش على وجه الكراء أو الرهن لأنه دائما مهدد بالإفراغ كيتمنى سكن ملك هذا قبر الحياة سهل مهل اللي بغى سكن ملك ربي سبحانه وتعالى يعطيه ليه ويهيئ له الاسباب. ما كيف ذلك؟ يكثر من الاستغفار. غتقول لي ما العلاقه بين الاستغفار وبين الحصول على سكن ملك؟ اي علاقه جدليه بين الطرفين؟ الاستغفار هو مجلبه للارزاق. اللي يشعر بانه عنده الفقر وعنده الشقاء والابواب مغلوقه المفتاح بما يفتح به الله تعالى خزائنه الاكتار من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لله سهيلة أكثير من الاستغفار وإن شاء الله رب العالمين غيكرمك الله يعجل لك بالفرج ويرزقك سكن مبارك سكن يكون كما قلت ملك في الاسم ديالكم وتكونوا بعيدين عن الكراء وعن الرهن وتكونوا ان شاء الله معززين مكرمين الخال ديالك اللي هو مبتلى بالسكر صعيب نكون وسط العائله واحد الفرد من افراد العائله مبتلى بالسكر كيجي للدار هو سكران وكيجي يقول كلام قبيح وكلام يندله الجبين ثم اللي غادي يكسرها والمال اللي لقاه على السكر وكيتسلف وما كيردش السكران معذب فوق الارض السكران نطلب الله تعالى انه يتوب عليه وعلينا وعلى جميع المؤمنين السكران هو في غفله والايام تمضي ولكن ماذا يفعل ذلك السكر اختلط بدمه اصبح الكوليك كيف له ان يتخلص من ذلك؟ طريقه سهله مهله ان الانسان يكثر من ذكر الله كاين شحال من سكير اعرفه صار الان من الصالحين من المبرورين والطريقه سهله كتقول لي أيوة السكير غير خليك في الطريق ديالك لكن اضمن لي واحده وربي عز وجل سوف يتوب علينا وعليك اكثر من ذكر الله اكثر من ذكر الله سبحانك يا جليل ملك يبقى يذكر الله اليوم وغدا وبعده ربنا عز وجل يطهر قلبه ودمه وجسده من اثار السكر حتى تجده الان كنعرف واحد السيد رسمته حميده لعل يكون في الاستماع كان مسكين ما كيصحاش السكر 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 وضيع العائله وضيع الاحباب دابا الان تشوفوا راه في واحد الجامع مقابل غير بيت الله كيغلق الباب وسد الباب وكينظف وكيغسل وكيحك بالماء صابون وجافيل الارض ديال المسجد يقول لك باش ربي عز وجل يغفر لي الصحيفه ديالي صار من الأولياء رجل قضى أربعين سنة في الخمر والسكر ولما جاءت رحمة الله أعطاه ربي هذا الخير هذا وأصبح الآن من الطاهرين الصالحين الطريقة سهلة هو أنه أصبح من الذاكرين غير ذكر الله أنت سكير أنت إربيد أنت غلبك هذا هاد الفعل ما قدرت تتخلص منه ماشي مشكل خليك على الطريق ديالك ولكن اضمن لنا حاجة واحدة أكثر من ذكر الله اللي كيبقى يذكر الله يذكر الله اذكروني اذكركم ملي تذكر الله في الارض يذكرك الله في السماء فينزع من قلبك حظ الشيطان ان شاء الله ملي غنتكلموا على موسم الحج غنذكر لكم قصص اللي حجاج بيت الله الحرام كانوا سكارى سنين من اعمارهم عقود 30 عام 40 عام وتلقيت معهم في الحج وسبحان الله العظيم اصبحوا من الصالحين اصبحوا منورين اصبحت دعوتهم مستجابه ملك كيبغي ربي عز وجل في لحظه من اللحظات راه للرحمة الرحمه ديالو والطريقه السريعه وهي ان تكثر من ذكر الله اذكروني اذكركم اسال الله تعالى ان يجعل هذا الخال من الذين نزع الله من قلوبهم حد الشيطان الله يعطيه النور ديال سيدنا محمد يكون في قلبه وفي صورته اللهم حبب له الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من عبادك الراشدين وجميع السكارى وجميع المبتلين اللهم انزع من قلوبنا وقلوبهم حد الشيطان واملأه بالايمان واليقين برحمتك يا ارحم الراحمين والاخ الاخر اللي هو يا الخال الاخر اللي هو مبتلى بالسحر لا حول ولا قوه الا بالله السحر هو واحد الابتلاء الشديد المسحور اكتر من المريض اي مرض المرض العضوي والمرض النفسي اي مرض من الامراض حاله سهل بالمقارنة مع المسحور. المسحور ما عرف ماله وحتى واحد ما عرف ليه. لأن السحر كياخذ أشكال وألوان. كل كيجي سحر الخيال وسحر الأوهام. كل كيجي سحر, سحر الآلام. الآلام الفظيعة. كيتحول من مكان لمكان. كل كيجي تكبيل. كيعد مكبل. أعظم ابتلاء وأفظع ابتلاء. أخطر من أمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض السكري وضغط الدم. هو اللي مبتلى بالسحر هذا مسكين معذب شديد نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يفك عنه ذلك السحر اللهم فكها عنه قل لسهيلة إلى قضة تعاونيه قل لي كل ليلة يقرأ سبع مرات سبع مرات الإخلاص والمعوذتين تسمى السبع المثاني والقرآن العظيم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين لما سحر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من طرف لبيد ابن الأعصم ذلك اليهودي وأخذ مشط النبي الكريم وبقايا شعره ورماها في بئر مهجورة ذي ذروان وكان سيدنا النبي يتألم نزل عليه جبرائيل عليه السلام وهنالك نزلت الإخلاص والمعوذتين قل اقرأ كل ليلة اقرأ سبع مرات الفاتحة الإخلاص والمعوذتين في إناء من الماء ويشرب وذاك الماء غيمشي في الدورة الدمي الدموية ديالو وإن شاء الله ربي غيفك لي كل سحر بإذن الله وجود الله والأخت التي ما ولداش نسأل الله أن يبشرها بحمل قريب اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا أكرم الأكرمين غنتحولوا من إقليم الريش وغنمشيو لإقليم سلا معنا السعدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك وشكرا تنشكرك العفو لله السعديه مرحبا اللي استقبلتيني الله يرحمها ديك انت وداك الشاب الله يسهل عليكم اللهم امين لله الله. لا اله الا الله اول حاجه بغيت نقول لك اسيد الحاج علي عافاك مع الوالده ميته مسكينه الله يرحمها ولا برحمه في الله لا اله الا الله لي مع اختي مسكينه فيها طنصير في بعينين والوالد دار عمليه على عين الله يشافيه ويعافيه لا اله الا الله وجميع المسلمين ومع وليداتي عندي واحد الولد عسكري في الحدود وباغي يخرج عليا مع عافاك الناس يقولوا امين الله رب يا يخليه مستر في خدمته يا رب بغيتو يكون مستر ما يكونش من هاد الشباب اللي تيتعاطاو المخدرات وكيتعاطاو لهاد الشيء اللي ما تيعجبش الله يسهل عليك الله يخلي لك وليداتك الله يرحم لك الوالدين دابا تدعي معايا والناس يقولوا امين الله يرحم الوالدين يا رحمن يا رحيم اختي السعديه كنطلب منك كنطلب منك واحد اختي مسكينه كبيره كبرت في الله وما تزوجتش ما فيهاش عليها سي دار عافك عافاك الله يسهل لك يا رحمن يا رحيم ودعي لي عافاك مع واحد البنات هما مساكن معايا في الخدمه وما تيدقوا على الستينات مساكن وما سهل سي ربي ما جابش الله وواحد البنت صاحبتي مسكينه ما تخوها نهار الحد مسكينه تتبكي عليه باقا تتبكي عليه مسكينه ومجروحه عليه دعا معاها عطاها الدعوات ديالك الله يسهل عليك لا اله الا الله ادعي معها الله يجعل ربي يدعي لك مع وليداتك ويصلح لك وليداتك وادعي جميعا يا ربي يا, ربي, يا ربي كريم الله يطبنا في الغايب يا ربي يا كريم لاله السعديه الله يحفظك لاله السعديه لا اله الا الله اختنا السعديه يبدو انها مهمومه كثيرا وسبحان الله العظيم قال سميتها السعديه كتلقاها مهمومه ما عندها سعد كتلقاها دائما في وضعيه صعبه لا اله الا الله ولكن من اللي كتكون مرضيه الوالدين ربي عز وجل كيخبي لها الخبيزه واحد النهار يرزق الله تعالى رزقا مضاعفا يحتار فيه الاخرون لالا السعديه لا اله الا الله الله يرحم لك الوالده الوالده ماتت ملي كتموت الوالده راه واحد الباب ديال الرحمه كنفتقدوه رب الله تعالى رحمه رحمه واسعه ويسكنها فسيح الجنات ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويبوئها مقعد صدق عند مليك مقتدر ويجعلها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجعل مع حورية الجنة منعمة في عرصة الجنات اللهم آمين يا رب والله يشافي الوليد ويمتعه بالصحة وبالعافية وتمام العافية وهاد البنات اللي بقي ما تزوجوش الله يعطيهم الرزق الوفير ويعطيهم الحظ السعيد ويختار لهم أزواج طيبين بإذن الله الابن ديالك أكيد أنه في الخدمة العسكرية في الحدود هذا عمل مشرف وعدم عمل وطني يحق لكل ام ان تفتخر به نطلب الله تعالى يكتب لي مكاتب الخير يكتب لي الله مكاتب الخير اللي فيها الخير يكتب لي الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله وهذه الاخت اللي لها الاخ ديالها اكيد ان فقدان الاخ الم فظيع في القلوب نطلب الله تعالى يرحم الجميع لاله السعديه ها هم الناس كيسمعوا كلهم وكلهم كي كيرفعوا اكف الدرعه اسال الله تعالى ان يحقق رجاءكم ويهيئ لكم من أمركم رشدا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة آخر الأحزان وما يليها أفراح ومسرات وبركات اللهم آمين قلوا معنا آمين آمين يا ربي يا كريم غنتحولوا من إقليم سلا إلى شيشاوة معنا للا فاتحة السلام عليكم أهلا وسهلا بك للا فاتحة الله يبارك فيك لالة الحمد لله عفاك أنا فتحة من أنا فاتحة من أنا فاتحة من إقران تيشاوا مرحبا من منطقة ديال التوكة من متشرفين ألالا عفاك أنا كنطلب كنطلب المحسنين يعاونوني يعاونوني يصوبوا إذا كان المحسن يصوب لي واحد الجمع يبني هو مبني ولكن هو مهمش جدا لا لا إذا دابا أنت بغيتي شي واحد يقدر يساعدكم في استكمال بناء المسجد في آه. فين البلاصه هذه الجامعه كاينه فاتحه؟ اش من إيه اقليم؟ دوار بوطاعون آه. انا سميت فاتحه دشوش من الكوكا اقليم شيشاوا دوار في دوار بوطاعون دوار بوطال بوطاعون بوطال بوطاعون 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 اي اي إن... الدوار في اي اقليم؟ اقليم شيشاوا ايميل تنوت ولا فين؟ اه اقليم شيشاوا قريب قريب ايييه كنطلب المحسنين الا كان محسن الله بخير الله يرحمه وشنو هي الوضعيه الوضعيه ديال الجامع مبني ولا يلاه يتبنى هو مبني مبني هو مبني فيه الفقيه ديالهم ولكن ما ما عندهمش الاستطاعه باش يصوبوه ما عندهمش يعني الناس ضعفاء جدا وهاد الناس الضعفاء واش ما تقدموش بطلب لوزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه عند المندوب الاقليمي باش يدخل لا ما لا لا كاين والو لا ما لا كاين والو انا انا شفت الجامع وقاو فيا مساكين قلت والله العظيم انا ان شاء الله غادي نطلب المحسنين انا نمشي للادعاء نطلب المحسنين ان شاء الله بنتي باذن الله يكون بخير يا سيدي ربي باذن الله بنتي فاتحة يا رب باذن الله اذا العنوان هو هذا يعني اقليم شيشاوا دوار بوتعال 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 والجامع سميتو بنتي جامع ما عندوش هي كاع لا انا ما, ما كيديرش كاع. والساكنه تما بنتي فتيحه، الساكنه تما ديال الدوار تمايا واش الناس ما كاينش شي عيل لاباس عليهم ولا كلشي على قد الحال؟ لا كلشي غير على قد الحال كاين ل... كيديو شي فلاحه غير داك الشيء الصغير وصافي، شي حاجه قليله. الله يحسن العون يا ربي يا كريم. باذن الله بنتي فتيحه. الله يسميته دوار بوطاعون، بوطاعون. واخا بنتي باذن الله فتيحه كنشكرك على التواصل ديالك وهذا نداء نداء مبارك. اذا كان شيء نفتخر به في هذا المغرب ديالنا وهو المساجد بيوت الله المنطقة اللي فيها بيت الله هذيك منطقة مباركة هذيك منطقة مرحومة وهذيك منطقة مكرومة وكنلقاو احيانا بعض الناس اللي رغم الفقر الشديد كتلقاهم كيكتفيو واحد الجامع على وضعية هشة لكن الناس ملي كيقارنوا كيمشيو لواحد المنطقة اللي فيها الغنى وكل قوس مساجد ما شاء الله عليها مساجد فخمه فيها اغراء واش من سواري واش من قبب واش من ثريات واش من مصابيح واش من زرابي ما شاء الله كاين مساجد في مغربنا الاجانب اللي كيجيو كي كيوقع لهم انبهار ولكن بالمقابل هناك دواوير وهناك ما يسمى بدائره المغرب الغير نافع ناسف لهذه الكلمه ونسحبها بغينا المغرب كله نافع بغينا يكون كله يستفيد من خيرات البلد فعلا ملي كنمشيو لبعض الاماكن اللي فيها فقر وكندخلوا للجامع كتلقى الجامع وضعيه على قد الحال رغم سبحان الله في خشوع يا كم من مره كنسافر لشي منطقه هكذا بعيده وكتشدنا الصاله في شي دوار وكندخلوا نتوضا سبحان الله العظيم كتعشق تبقى جالس ختمة تما كتوضا بواحد السطيله وكتقلب على الماء من البير وكتدخل لذاك الجامع كتلقى فيه الحصيره وكتسجد على الحصيره وكتلقى ذاك الجامع على قد الحال في البناء ديالو متواضع والله تعشق تبقى جالس غير تما تبقى مزاوق في بيت الله كتلقى فيه الخشوع احيانا كتمشي للمساجد فخمه وكتلقى فيها واحد الابهه وكتبالك بانها قد لا تغريك بالخشوع المساجد التي تذكرك بالله احيانا كنبغيو تبقاو بعض المساجد على واحد الطابع تقليدي ما بغيناش الزخرفه والمنافسه في الابهه جميل ذاك الحصيرة وذاك البناء المتواضع كتدخل إلى بيت الله تعالى كتكون طلقت الدنيا خلفك بالتكنولوجيا الحديثة والأضواء والزخرف وكتمشي إلى بيت الله هذا لا يمنع إلا كانت بعض المساجد في وضعية رتع أننا نكرمها فبنتنا فاتحة من إقليم شيشاوة جزاك الله خير أنك واسطة وصت خير لإصلاح هذا المسجد الناس ديال شيشاوة أو ما حولها الحمد لله ديال الجنوب رغم كاين الفقر راه واحد الاماكن فيها الغنى تبارك الله وناس كيقلبوا على الخير وإلى لقاوه راه ما كي ما عليه هذه فكره طيبه اقليم شيشاوه دوار بوطعال اللي يقدر يمشي لتما يسول هذاك الجامع ويقدم له واحد الخدمه مالو الزكاه راه ممكن يبدو به المساجد الغير التابعه للاوقاف والشؤون الاسلاميه لان هذه المساجد يستفيد منها عباد الله وطلاب العلم يكون فيها كتاب قراني هذا هذا استثمار مع الحق سبحانه وتعالى شو واحد كيسمع من الاخيار من الابرار من اهل الاحسان اما في تفراوت واما في الشيشاوة او اما في الاماكن المجاوره إما من او غيرها يقصد هذا الاقليم شيشاوة دوار بوطال يقدر يلقى ذاك الجامع يشوفه بعينيه ويقدم الخدمه غادي كل اجر وتواب وغادي يقدم واحد العمل صالح غادي يبقى يجري عليه وعلى اولاده اولاد اولاده الى سبعه اجيال غادي يبقى مرحوم ومكروم باذن الله الله يتقبل من الجميع. وغادي نمشيو الى الدار مع فخر الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا راه فرحان بعدا حيت لي الخط سي يا مرحبا بك اخويا بارك الله فيك راه دائما كتعجبني هاد دا البرامج ديالك دائما كنتصنت ليك وكيعجبني اعزك الله مولاي راه عندي واحد الاخ ديالي مريض إيه؟ و... وعندي واحد مرت خويا كانت ماتت وبغيتك دير لهم شي دعاء الله يرحم الوالدين لا اله الا الله الله يرحم الوالدين الله يجزك بخير لا حول ولا قوه خويا فخر الدين مرت الاخ مسكينه باش ماتت كانت فيها قنصير لا اله الا الله لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون اكيد خلت لكم خلت لكم فراغ كبير وسط العائله نعم نعم خلت لنا فراغ كبير واكثر يا خويا دابا خويا يبقى وحيد في الدار لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله الله يعوضكم خيرا أخويا فخر الدين الله يعوضكم خيرا نسال الله تعالى هاد الناس اللي ماتوا بهذه الامراض رأى رأى يسمون شهداء الشهداء في روايه خمس وفي روايه 12 منهم الغريق والحريق والذي سقط من علم والمراه عند الوضع والمبطون منهم المبطون اللي بمرض الوجع منهم السرطانات او غيرها راه صاحبها اذا مات يسمى شهيدا عند الله تعالى نسال الله تعالى ان يتقبلها مع الشهداء نسال الله تعالى ان يسكنها فسيح الجنات نسال الله تعالى ان يجعلها منعمه في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله تعالى أن يرزعكم الصبر والسلوان وهذا الأخ الله يشفيه ويعافيه ويعوض خيرا ربي عز وجل يعوضنا عن ما ضاع لنا الله يعوض خيرا ويجعل هذه هذا الحدث آخر الأحزان الله يكرمكم بكرمه ويسعدكم بسعادته وراء أمواتنا في الجنة لا نحزن أمواتنا في الجنة يكفي أنهم قالوا لا إله إلا الله بصدق فهم في الجنة بإذن الله في عرصات الجنة منعمين الله يرحمنا وإيا وجميع المسلمين والمسلمات لا إله إلا الله قبل ما نختم معنا أسئلة جاءت عن طريق أوراق رسائل لبعض الأحباب الكرام الأخت ثورية كاميل هي ولادة سفت واحد الرسالة يقول بأنهم تعرضوا إلى صعوبة كبيرة خصوم ديالهم الدولي هم رزقهم وظلموهم واعتدوا عليهم وكتقول بانهم تغلبوا ورفعوا الرايه البيضاء وكتقول بان بغات واحد الدعوه ديال الخير من عند الناس واحد دعوة ديال الخير ربي عز وجل ينصفهم لا حول ولا قوه الا بالله الظلم والعدوان من اخبث ما في الوجود الظلم والعدوان ربنا جل جلاله يخاطبنا من فوق سبع سماوات ويقول يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا لا تظلموا الظلم لا يعرف حقيقته إلا من ضاقه الظالم ما عرفش باقي مازال غره الدنيا وغره القوة دياله والجشع دياله ولكن المظلوم اللي ضاق المرارة ديال الظلم وضاق الـ 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 الهوان وضاق الذل والعار راه هو كيتألم اي واحد مظلوم ربي عز وجل ينصره راه ينصرو وسهله قضيه الظالم اللي بقى كيظلمك وما بغاش يستغفر ويتوب الى ربه غمض عينيك واقرا على استحضار ذهنه اقرا اقرا سوره الزلزله الله عز وجل سوف يبتليه بمن هو اظلم منه الا كان واحد ظالم ما بغاش يستحي وما بغاش يحم وما بغاش يتراجع راه ممكن كتبلوكيه باش كتبلوكيه بانك كتقرا سوره الزلزله كتستحضر في الذهن ديالك كتقول يا رب اني اتوسل اليك بهذه الصوره اش كيوقع فيها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشكاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه الآية تعديل نصف القرآن اللي قراها يعطي الله الأجر والتواب ديال نصف القرآن أي ما ظالم كان كيظلمك يكفيك أنك تستحضره في ذهنك وكتقرأ عليه هذه الآية لما باش يحشم لما باش يستحي أش كيوقع عليه ربنا عز وجل يسلط عليه ظالما أقوى منه فينشغل به وينساك طلب الله السلام والعافية المؤمن الصادق لا يحب الظلم لأحد ويعتبر بأن الخلق كلهم إخوة أشقاء من آدم وحواء طلب الله تعالى إنزل الرحمة في القلوب للا آتورية ونطلب الله تعالى الله يجمع شملكم ويعوضكم خيرا ورب سبحانه وتعالى هو هو المنتصر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ملي تشعر بأنك مغلوب قل يا رب إني مغلوب فانتصر يا رب إني مغلوب فانتصر وقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكثر من اسم العزيزة. العزيز العزيز ذو الجلال كثر منا يا عزيز العزيز ذو الجلال العزيز ذو الجلال العزيز ذو الجلال ربنا عز وجل يعطيك العزة وخصمك يصاب بالذل والهوان نسال الله السلام والعافيه ما بغينا الشر لاحد بغينا غير الخير والهدايه والتقوى للجميع الله ينزل الرحمه في القلوب اجمعين كذلك اخونا الفاضل زكريا من ايطاليا زكريا محاسن وزوجته هذو مطالب الا الخير هذو جوج الناس من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج في إيطاليا كيطلبوا غير المودة والرحمة فيما بينهما نسأل الله تعالى أن يكرم أخانا زكريا وزوجته الرحمة ويرزقهم المودة ويرزقهم الأفراح والمسرات اللهم آمين يا رب الواحد الفاتحه للجميع اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات نسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين ربنا انت ولينا انت ولينا اللهم فرعنا وتولنا اللهم وانصرنا عمن عم عادانا وكن لنا وليا ونصيرا اللهم يا رب نسالك يا اكرم الاكرمين ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم يا رب يا كريم ابعثنا معه يوم القيامة واسقنا شربة ماء من حوضه الكريم لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا من جلساء النبي واجعلنا من أحبة النبي واجعلنا يا أكرم الأكرمين من جلساء الصحابة الأطهار من الأنصار والمهاجرين واجعلنا من جلساء الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين اللهم يا رحمن يا رحيم تجل علينا بالرحمات والبركات اللهم كلنا وليا ونصيرا واغننا بفضلك عمن سواك ومتعنا بالصحه والعافيه وتمام العافيه وارزقنا المدد 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 يا الله اللهم ارزقنا المدد يا الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اللهم ارزقنا العطاء الكريم والمدد الكثير اللهم امين واجعل اخر أنفسنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.